ويقول: وهل يجوز الدفع من هذه الفوائد لتسديد الضرائب والرسوم الجمركية؟ ولا يجوز استعمالها أبدا، لا تأخذها ولا تستعملها، لأن أخذها أكل للربا، إذا أخذتها فقد أكلت الربا. وليس المراد بأكل الربا مجرد الأكل فقط، بل سائر الاستعمالات. لو شريت به ثياب أو شريت به مساكن أو سيارات، هذا أكل يسمى أكلا. ليس أكل الربا معناه مجرد الأكل، الطعام أو الشراب، أن تجعله طعاما أو شرابا، وإنما الأكل هو الاستعمال، استعمال الربا في أي وجه من الوجوه. فالمسلم لا يستفيد من الربا ولا يستعمله أبدا، لأنه سحت حرام. نعم.